مشاهدينا أهلا بكم النشرة الجوية. ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كفة، ليسود طقس حار رب على القاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء. شديد الحرارة جنوبا نهارا، مائل الحرارة بشمال نهارا لطيف ليلا، ورياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، والبحر متوسط معتدل. أما عن سيناء فالطقس معتدل رب شمالا، حار رب جنوبا نهارا معتدل ليلا، ورياح معتدلة والبحر الأحمر معتدل. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ من القاهرة. الأحد 23-35، الاثنين 24-36، والثلاثاء 24-36. أما عن شرم الشيخ الأحد 26-36، الاثنين 27-38، والثلاثاء 27-39. وأخيرا مع الأقصر الأحد 25-38، الاثنين 26-41، والثلاثاء 26-42. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 23-35، الإسكندرية 23-32، دمياط 22-30، بورسعيد 23-20، العريش 23-31، رفح 22-31، الإسماعيلية 22-35، السويس 23-35، مطروح 22-30، وادي نطرون 23-33، المنصورة 22-35، طنطا 23-33، دمنهور 22-33، سانت كاترين 16-32، الغردقة 27-36، شرم الشيخ 26-36، الفيوم 24-36، المنيا 24-36، أسيوط 24-37، سوهاج 24-37 أيضا، قنا 24-38، الأقصر 25-38، الوادي الجديد 25-37، أسوان 25-39، حلايب 28-33، شلاتين 29-35، أبو رمات 28-35، رأس حضربة 28-33.